وما حكيش على الفنانين اللي تشدت في الحبس وما خرج شيء. هو كروي ما يعمل شيء، هو يظهر لي يقولوا له يعمل. انا حسب رايي المرزوقي مهمته اللي هي بالكمية في القصر شوية حمص يقدر. سمحني عايش خويا، عايش خويا عايش خويا. انا نقول انا حسب رايي اذا ما نحاولش خاطر برشا ما عمل شيء نساوه في القصر باش نذكروه عام 2020. باش نقولوا تيقدروا باش كان عندنا رئيس في كراج نلقاو كيلو بنسوك في زوير. الشعب هذا التونسي بعد ثوره بعد الناس اللي ماتت خلى تحكيو على القدر وهو وخير ما كنتش نسخانوا مع الرئيس وناس وناس بيه من الاول. انت ماكش عارف على روحك وين اصلا، انت ماكش عارف على روحك وين. سيبار حموده اللي موجود حاليا انا نعتقد باني جيت للتسعة مساء ما تخليه يتكلم وتروح عليه. ما جيتش البرنامج اخر، ما جيتش البرنامج اخر يتحدث على السكر وعلى مظاهر السكر، وبالتالي انا لا استطيع ان اواصل بقائي هنا. واعتذر سامحني، نعتذر منك انت. خلقلك نعتذر منك. لحظه نعتذر منك انت. لا ستواصل من الزملاء الموجودين من الجمهور الكريم ومن جمهور التاسعة مساء. مش كنت مره لا والله ما لا والله لا يا مقدس والله زالت المواضيع مش حطيت موقف. مش لهذا ماتوا الشهداء، مش نتحدثوا على الكمية على المباشر. نحن انا عايلتي باش يسبوني، عايلتي مدخل الشهداء، عايلتي باش يسبوني في الدار. لا لطفي قلت لك يزي انا عايلتي باش يسبوني عايلتي. لا لا يا ودي لا تنسحب، لا تنسحب. انا شكرا اتفرج شويه في الدنيا وبعد صديقي. انت ولدي اخي تعركنا انا وياك يا صديقي، ارجوك لا تنسحب برا. هاو حتى سحب زيد لطفي معاك، لا تنسحب. هاي لطفي زي عادي وصفي هاي زي لماذا ينسحب؟ انا بعض امور جدي، انا بعض امور جدي. اقعد هاي يزي. لا لا مش مسألة ما عجبتنيش. فما في اي نقاش نتاع السياسة فما حد ادنى من جدية؟ شو توحلوا السياسيين تردوها أخلاقية ولا أخلاقية؟ لا لا ما عندهاش علاقة بالأخلاق، ما عندهاش علاقة بالأخلاق، ما عندهاش علاقة بالأخلاق. عمرها الكل قول اللي تحب يا لطفي، قول اللي تحب. ولات الكمية اليوم مش أخلاقية. لا 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 قول اللي تحب. لا لا مانيش نحكي لك على الأخلاق، نحكي لك على كل لكل مقام مقال، لكل مقام. أعمل اللي تحب في المسرحية نتاعك، فدلك كيف ما تحب وأعمل اللي تحب. مش أنت تقول مش نتاعك. يا لطفي ما يقلقنيش أنا، ما يقلقنيش. خليني أعبر على موقف، عبر أنت على موقف، خليني أعبر على موقف. ما يقلقنيش. لا لا ما يقلقنيش. شوف ما تحكمش عليا، ودي ما تحكمش عليا. مش انت باش تحكم عليا، شوف ما تحكمش عليا يا لطفي. انا شوف شو تقول، ما تحكم عليا حتى شيء، ما تتشنجش. ما تحكم عليا حتى شيء. يا لطفي انت مقبله ودي تغلي يا لطفي يزي. انت تغلي ودي داخل بعضك مش عارف انا روحك وين. الرئيس يتفرج فيك. نقول لك بكل بساطه راهو فما كل مقال مقام المقال. فما تشيع قدر يزي يا لطفي. انت قاعد تطيح في القدر. الشعب التونسي اليوم ما يحب، ما يحبش عليها العركه هذه، ما يحبش بعد كيف انها حبيت. اما انت عملت اللي عملته توا تيحقدر. يا ولدي مش انا اللي عملته. وين شو قلت لك؟ ربي عينك في الفن نتاعك. يا لطفي قلت لك يزي. كل التمنيات نتاعك. يزي ما تكلمتوا ما جاوبوش، خلي يتكلم هو ما جاوبوش. كل التمنيات نتاعي بالتوفيق ليك في الفن نتاعك. اما اليوم تيحقدر. اللي عملته تيحقدر وما جاوبوش حتى شيء. علقني على ذلك. علقني على ذلك. زاد مسحب.